دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة 8 متهمين موقوفين على ذمة ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم ذات صبغة إرهابية ورفض جميع مطالب الإفراج عنهم حسب ما أكدوا لحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس. الترخاني أضاف بأن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس توليت بتاريخ اليوم النظر فيما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر في الجزء المفكك فقط والمتعلق بثمانية متهمين موقوفين على ذمة القضية، وذلك بإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم إرهابية ورفض مطالب الإفراج عنهم. من بين المتهمين الموقوفين على ذمة قضية التسفير نلقاو علي العريض، عبد الكريم العبيدي، فتحي البلدي، وناطق رسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرئيس. في آخر مستجدات قضية التآمر على أمن الدولة، دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت اليوم تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاضي بالتمديد في الإيقاف التحفظي مدة 4 أشهر إضافية في حق 7 متهمين موقوفين على ذمة ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة حسب ما أكدوا لحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس. وأكد الترخاني أن دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب نظرت اليوم في طعون رفعها محامو 7 متهمين موقوفين على ذمة ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاضي بالتمديد في إيقافهم تحفظياً. وأضاف لحبيب الترخاني في تصريحه بأن الدائرة المتعهدة قررت قبول المطالب بالطعون شكلا ولكن رفضتها أصلا، إذن تم رفض هذه المطالب، وبالتالي الإبقاء على الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة بحالة إيقاف. من جهتها عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين دليلة مصدق قالت بأنه إقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لقرار التمديد في حق جميع الموقوفين يعني رفض الإفراج عنهم جميعا، ويشار إلى أنه معناها تم التمديد في فترة إيقافهم في شهر أوت ب4 أشهر، أيضا بعد مضي 6 أشهر من إصدار بطاقات الإيداع في حقهم يومي 24 و 25 فيفري 2023. ويشار إلى أن السلطات التونسية كانت انطلقت يوم 11 فيفري 2023 في موجة من الإيقافات شملت سياسيين وصحفيين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وجهت لهم تهم مختلفة أبرزها التآمر ضد أمن الدولة. ويذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت في 13 جويلية 2023 رفض مطلب الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، عبد الحميد الجلاسي، رضا بالحاج، غازي الشويشي، جوهر بن مبارك، وعصام الشابي الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، فيما تم قبول مطلب الإفراج عن متهمين اثنين في نفس هذه القضية وهما شيماء عيسى ومحمد لزهر العكرمي. وقد أصدرت دائرة الاتهام يوم 14 جويلية الماضي قرار في حقهما يقضي بتحجير السفر عليهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.
بخصوص قضية أنشط السيسي ورجل الأعمال رياض بن فضل، الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت الإفراج عن منسق حزب القطب رياض بن فضل مع تأخير النظر في القضية المرفوعة ضده إلى موعد لاحق. يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رياض بن فضل مع إحالته في حالة إيقاف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية. الصحفي زياد الهيني وصف القرار الصادر في حقه والقاضي بسجنه 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ بالفضيحة، وأعرب عن خيبة أمله في رئيس دائرة الاتهام بسبب عدم تطبيقها للقانون حسب تعبيره. زياد الهيني أشار اليوم خلال تدخله في إذاعة ديوان فان إلى أنه سيستأنف الحكم وأن القضية سوف تكون موضوع دراسة حول الوسائل المستخدمة للالتفاف على المرسوم 115 وحرية الصحافة. وأضاف أنه تدخل وزيرة التجارة وتقديم شكاية ضده لم يكن مجانياً. وضح الصحفي زياد الهيني أنه إحالته على القضاء تعود إلى مداخلة إذاعية تتعلق بتعطيل وزارة التجارة لإنشاء مخبزة بمنطقة من ولاية سليانة. ووضح أنه قام بمراسلة الملحق الصحفي بالوزارة ورئيسة الديوان لإشعار وزيرة التجارة بمدى خطورة الموضوع حسب تعبيره. صحفي زياد الهيني أشار في هذا التصريح إلى أن وزيرة التجارة أنكرت وجود المراسلات وقال كل من ينفي وجود مراسلات فهو كاذب وأن كل شيء موثق لديه حسب تعبيره. يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن الصحفي زياد الهيني لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهمة الإساءة إلى الغير على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وتقدمت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب بشكاية جديدة ضد الصحفي زياد الهيني تطالب فيها بإحالته على معنى المرسوم 54 والفصل 125 من المجلة الجزائية وقت اللي نحكيه على هضم جانب موظف عمومي إلى غير ذلك.